طيب بس مرة نبدأ خلاص هنشتغل بالمايك اللي معايا في اللي معاك خلاص ايه في اللي معاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نبدأ النهاردة ده اليوم اليوم الثاني في السكند داي في الكورس بتاعنا طبعا يعني هو احنا في الآخر هنبص لنا نفسنا ايه وصلنا لحد بين اي 10 او 5 ممكن ما فيش مشكله بالعكس يعني هو انت عارف لو احنا كان المستهدف بتاعنا في الاول خالص لما بدات الفكره مع الدكتور تامر كان المستهدف 50 وبعدين انا عارف فتح طب 75 طب زقناه طب 100 طب ما اعرفش ايه وبتاع فهيكان زي مثلا في رمضان كده انت عارف اول يوم رمضان الجامع ما فيش مكان وعلى ما تيجي بقى في الاخر تبص تلاقي ايه هم صافين يعني اللي كانوا مسافرين رمضان بالظبط كده اللي كان مسافرين قبل رمضان يعني لو طلعت في الاخر بواحد او اثنين كويسين يبقى الحمد لله كويس حلو اكيد محمد سلامه عشان نعم اكيد محمد سلامه عشان مش هزقين في المونتاج نشيله يا باشا هنضطر نقف نقط علشان نقلب ماشي هي السلايد هي انا كتبت عليها امبارح كتبت تدريب الحلو انا مرات انا لسه جاي من امريكا اتكلم اول امبارح طبعا كنا لسه بنتكلم دلوقتي الدكتور محمد بقى بيقول لي ايه الاخبار هناك وبتاع وضعنا ايه فقلت له يعني لسه بشبه الوضع اللي انا رايح بالعربيه الفيات 124 بتاعتي وشديتها شده محترم ورايح السباق ولقيت بقى الناس ايه اللي راكب فيراري واللي راكب معرفش ايه وبتاع وانا داخل بال 124 بتاعتي فالبراكتس مختلفه تماما يعني هو الوضع يعني اللي احنا بنعمله عندنا مختلف تماما عن عندهم يعني ابسط حاجه بس احنا عندنا انفكشن ريت كده في حاله الانترنال فيكسيشن ما يطلع من 10% هم عندهم انفكشن ريت 0% مفيش انفكشن ريت تبص لا مثلا مفيش واحد فيهم تقريبا انا كنت الوحيد في المؤتمر ده هو اللي كاتب يعني هو بيفرضوا عليك في السلايد الاولانيه طبعا ده اسمك السلايد الثانيه بتروح كاتب ايه الديسكلوجر بتاعك الديسكلوجر يعني ايه انت شغال تبع مين ايه الشركات اللي مشغلاك او بتقبض من مين فالوحيد تقريبا اللي كنت كاتب اي هاف ناثينج تو ديسكلوز كله بشغال كونسلتنت تقريبا السميث اللي نفيو بايع كله وانا على السوق كله بيشتغل عند سميث اند نيفيو كونسلت بيقبض من سميث اند نيفيو واللي بياخد ما اعرفش من شركات ايه بياخد من شركات ايه فاللي هو اللي هو الكومباني دايركت الميديس تحس يعني ما فيش شركه واحده امريكيه كانت عارضه لظروف الظروف اللي هو الجهاز العادي بتاعه اللي هو البسيط ده يمكن تقريبا هي شركات هنديه وشركات صينيه اللي عارضاه يمكن معدلين على الايد الواحده كله حاجات كلها هاي تكنولوجي وكله بقى التوتال ايه التوتال هيب المناظير ما اعرفش حاجات كلها اللي هي بتجيب فلوس ده البروسيدور مثلا ابسط حاجه انا يعني كانت المحاضره بتاعتي على الكونجنتال بروسيدور فور السوبراتيبي طب هي بقى حاول تفضل يا اتفضل فاحد التشيرما بتاع الجلسه فبيتكلم معايا بيقول لي هو انت ما بتستعملهاش زولودرونيك اسيد زولودرونيك اسيد اللي هو بس الصينيه على اساس ان في انكريز دوس بلس اكتيفيتي في البروستيم فراح مدين فكلام نظري كله استعمل زولدرونيك اسيد بكام يعني الزولدرونيك اسيد؟ قلت له لا طبعا ما استعملش الزولدرونيك اسيد ولا بعمل بروستال جرافت برغم انها فكرتي انا اصلا حكايه البروستال جرافت وعندي سكسس ريت 100% فطبعا براكتس مختلفه تماما يعني فهو احنا يعني هو ايه؟ انت عارف نجيب محفوظ قال لك هو ما وصلش العالميه الا لما بالاغراق في المحليه لما حلل الوضع المحلي بديتيلز قوي وصل للعالميه فانت برضو مش هتوصل العالميه غير لما نشتغل نعرض الشغل بتاعنا وطبعا يعني الوضع اللي احنا فيه طبعا وضع مأساوي من الفكشن ريت بالمنظر ده هو يعني والمال براكس طبعا حالات مال براكس كتير جدا ف يعني انا الحلم بتاعي ان هو اللي يبقى عندنا الايجيبشن سوسايتي فور لينجثنج اند ريكونستراكشن حاجه بعيده عن الصراعات الشخصيه والخلافات واللي هو نظام اللقطه وفلان وعدان وما اعرفش ايه تبقى في السوسايتي بتاعتنا ويعني امل ان شاء الله ان يبقى في مؤتمر الاسامي اللي هو هيبقى في ليفربول في لندن في 2019 هما لسه ما فتحوش السبمشن نبقى فيه من الشباب طبعا لان انا كنت في الامريكا اكاديمي فوجئت ان في طبعا عدد كبير من المصريين بس رايحين كل واحد له فراده يعني رايحين كل واحد له شرازم يعني بمعنى احنا كان في يعني قابلت على الاقل 20 واحد مصري بس كل واحد لوحده غير الصينيين الصينيين رايحين
جروبتين مع بعض فريق مع بعض، تلاقي واحد صيني بيقدم في 20 واحد رايحين مشجعين معاه، الكوريين رايحين تيم مع بعض، اليابانيين مع بعض، المصريين انا كانش حضرت غير واحد بس ياسر عبد الله حضر، حد الشرقي حضر رغم هم عارفين. فقابلت الخمسه من الشباب من الاقصر مستشفى الاقصر العام، خمسه من الشباب رايحين على دراعهم كده، قالوا انتوا جايين ليه؟ ده انتوا جايين تحضروا حاجه ثانيه. وبالمره الامريكي قال لا احنا جايين نحضر الامريكان اكاديمي مخصوص وهنرجع ثاني. هم خمسه، الخمسه انا مش فاكر الناس اساميهم يعني. فان شاء الله في ليفربول يعني في عندنا ناس عندهم شغل حلو جدا، بس للاسف يعني احنا كسلانين، وانا شخصيا من اول كسال يعني عندنا شغل حلو بس ما بنقدموش. يعني مثلا ناس يعني موجودين معانا اهو، خالد القران عنده شغل رائع جدا وما بيقدمش حاجه، عند الدكتور شريف الدكتور امجد الدكتور محمد فتحي ونيم سلامه طبعا ده خط كبير طبعا. فكل ناس عندها شغل حلو قوي. الدكتور مثلا تامر هيقدم حالات معموله هنا في المجمع، حالات رائعه جدا، حالات سو ديفيكلت. يعني انا اتحدى اي واحد من الامريكان اللي هم كانوا موجودين ان يتعامل مع حاله من الحالات بتاعتهم، ما تشوف نوعيه. يعني هم كانوا بيعرضوا حاله اوبن فراكشر انفكتد نون يونيون تيبي، حاله من الحالات اللي هي فيري سيمبل يعني اللي احنا عارف. وطبعا عملها ديسكشن وقصه طويله وعريضه. كنت عايز اقول لهم مثلا احنا عندنا الحالات دي يعني من دي البيزك بتاعتنا يعني انفكتد نون ده من الحالات اللي هي يعني بنتسلى بيها يعني. فان شاء الله ارجو ان احنا يعني في ليفربول ان شاء الله في الاسامي في ليفربول 2019 نبقى رايحين فريق باذن الله كبير يعني ان شاء الله. النهارده طبعا هيبقى نتكلم على الديفورميتي كوركشن البيزك بتاعها، او يعني الفكره بتاعه الديفورميتي كوركشن ايه هو، يعني نفهم الديفورميتي كوركشن ازاي. انت عندك في حاجات اساسيه ده اللي هو الشكل اللور لمب بدل او البلفس. طبعا احنا يعني بنبسط الموضوع، يعني اول ما بدانا في الديفورميتي كوركشن كنا بنتكلم او ديفورميتي اناليسيس بنتكلم على من اول البيت لحد الايه الانكل، وبعدين اكتشفنا ان الفوت كمان المفروض تبقى انكلودد معانا، واعتبر ده انجاز كبير قوي. وبعدين يعني مؤخرا يمكن في السنه الاخيره وهعرض لكم ان شاء الله على الفيس السباينو بيلفيك الاينمنت، فوجئنا ان هو يعني كان احد المستشفيات في نيويورك عطى البوستر على السباينو بيلفيك الاينمنت والافكت بتاع الستيفنس بتاع السباينو بتاع اللور لامبر سباين على التوتال هيب وحالات الهيب ديسلوكيشن. يعني في حالات تبقى عامله توتال هيب بشكل حلو يبقى ديسلوكيتد او يحصل لوزنينج وانت مش عارف السبب ايه. اتاري السبب ان هو عنده السباين ستيف، في ستيفنس في السباين وعامل يا اما فيكسد فليكشن ديفورميتي في عامل انكريز بيلفيك اوبليكيتي يا اما في الكورونال بلين او الفرونتال بلين، وبالتالي عمل ستريس على التوتال هيب وحصل له ديسلوكيشن. فمهم جدا حكايه السباينو بيلفيك الاينمنت مهمه عندنا. فتقريبا يبدو ان احنا المفروض نعمل اناليسيز من اول السيرفايكال سباين من اول سي 1 لحد الفوت تحت كله بيبقى حلقه متصله ببعضها. لكن احنا نتكلم على جزئيه اللور ليمب او مستوى اللور ليمب بس. طبعا احنا عندنا الستريس بتاع الويل بيرنج بتبقى فين؟ المركز الثقل للجسم موجود فين؟ حد يفكرني كده؟ سكرال برومونتري اس 2 مش كده؟ اس 2 قدام اس 2 وبعدين يبقى ترانسميتد للهيد جوينتس الناحيتين مش كده؟ من السنتر اوف الهيد للسنتر اوف الانكل المفروض الميكانيكال اكسس يكون فين؟ في السنتر بتاع النين. طبعا عندنا الميكانيكال اكسس اهوت والاناتوميكال اكسس اللي هو بيبقى ميد دايفيزيال لاين، يعني لما تاخد نقطه هنا اللاترال كورتكس نقطه عندنا الكورتكس وفي النص وواحده ثانيه هنا لاترال وميديال وفي النص وتوصل النقطتين دول يبقى ده ميد دايفيزيال لاين، او بمعنى اخر اللي هو اللاين اللي ماشي مع الانترا ميدالري نيل. لما تركب انترا ميدالري نيل من بايروفورمس فوسفا يوصل فين؟ عند السنتر بتاع النيل يبقى ده الاناتوميكال اكسس. وفي انجل بينهم كام؟ 7 درجات مش كده؟ لو الميكانيكال لاين اوف ميكانيكال اكسس حصل له ديفيشن ما بقاش السنتر بتاع النيل هيعمل لك يا اما فالوس ديفورميتي او فالوس او فالوس ديفورميتي. طبعا المفروض الجوينت اورينتيشن لا يكفي ان احنا نعدل، يعني كنا زمان نعمل بس بوستيوتومي وبعد كده نعمل كلينيكال هي شكلها حلوه كده
align the brace. ده لكن مش كفايه ان الميكانيكا الاكسس يمر من السنتر للسنتر ويبقى ماشي في النص النيل. لازم يبقى الجوينت اورينتيشن لاين نفسه كمان يبقى مظبوط, يبقى الثلاثه بارلل لبعض وبارلل للايه للجراوند, علشان تبقى الفورس بتاع الويند بيرنج عباره عن كومبريسيف فورسز وما تبقاش شير سترينز. لان لو شير سترينز هتعمل ريبليتيشن اوف ذا ارتيكال كارتج وبريماتيور اوستيو ارثرايتس. يبقى عندك لاتال بروكسيمال فيمورال انجل, لاتال ديستال فيمورال انجل ميدال بروكسيمال, ولاتال ديستال تيبيال انجلز اللي الزوايا. ده يقول لنا ليه definition of deformity correction. يبقى هو definition of deformity correction restoration of the normal mechanical and anatomical axis and the joint orientation with acceptable cosmesis. لان انت ممكن تصلح كل ده وشكل الرجل مش حلوة او في middle segment في النص بالذات العظمة لو سبك تينا زي التيبيا هبص تلاقي شكلها سبك تينا شكلها مش حلو, يجي يعني يقول لك يعني الرجل شكلها مش حلو. صحيح الميكانيكال اكسس كله كويس بس في سيجمنتس في النص بارزه سبكوتينيوس شكلها مش كويس. يبقى ده ديفينيشن اوف ديفورميتي كوريكشن. في ما تيجي تعمل مع اي حاله ديفورميتي حاله فيها انت شاكي ان الحاله دي جايه فيها ديفورميتي او عندي جاي شيء من ديفورميتي, تعمل معاك كانك بتعمل روايه او قصه. الحبكه القصصيه, الحبكه القصصيه بمعنى ايه؟ ان هو حط لنفسك اسئله, تعمل اول بروبلم ليست وبعدين تشوف الحلول المتاحه ايه, ايه المعطيات الموجوده عندك وازاي هتتعامل معاها عشان تفادي الاخطاء قدر الامكان. يعني انا حطيتها معاك تجمع الاسئله دي طلعت معايا حوالي 10 اسئله وفسرتهم الوصايا 10 علشان ما ننساش في الديفورميتي كونديشن. اول سؤال لازم نجاوب عليه, هل في ديفورميتي ولا مفيش؟ هي الحاله دي فيها ديفورميتي ولا مفيش فيها ديفورميتي؟ ايه السيره ديفورميتي؟ وطبعا الاجابه على السؤال ده محاضره, يعني كل سؤال من دول الاجابه عليه محاضره كامله. طيب ده في ديفورميتي, السورس اوف ديفورميتي, ديفورميتي جايه منين؟ هل هي من الفيمر؟ هل هي من التيبيا؟ هل هي كومبايند فيمر وتيبيا؟ هل هي بوني بس ولا في ليجمنت؟ في ليجمنت لاكسي مثلا لاترال كولاترال ليجمنت بتاع النين لاكس مثلا او الميديال كولاترال هو اللي عامل لي ديفورميتي, ولا هي كومبايند بون وليجمنت مع بعض؟ يبقى ده السورس اوف ديفورميتي. ليفل اوف ديفورميتي الليفل بتاعها فين؟ فيمر ولا تيبي؟ طب لو فرضنا انها تيبي ميتافيزيا ولا ديافيزيا ولا الاثنين؟ طيب هي فيمر بس ولا تيبي بس؟ يبقى ده الليفل اوف الليفل بتاعها فين؟ بلين اوف ديفورميتي. الديفورميتي دي في انهي بلين؟ في الكورونال بلين بس يعني في الانتروبوسيتال تبقى, لكن في السنشتال بلين كويسه ولا هي في السنشتال والكورونال لا, ولا هي في الاوبليك بلين؟ بمعنى يعني ما اسمها فيش حاجه اسمها ديفورميتي في تو بلينز. يعني الديفورميتي في تو بلينز وهنفهم دلوقتي يعني ايه ما فيش ديفورميتي في تو بلينز. هي الديفورميتي لازم يكون لها وان بلين, وده الاساس في الجهاز اللي هو تيلر سبيشال فريم, ان هو بيحول الديفورميتي. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا واقف في الكورنر ده وعايز اوصل للكورنر الثاني بتاع الغرفه دي. ممكن اروح جاي ماشي الاول كده واروح جاي ماشي كده, او اختصر الطريق واروح ماشي دايركت في هذا الاتجاه. ده كده يبقى انا كاني بقول في ديفورميتي في تو بلينز, في الانتروبوسيتال ديفورميتي كذا وفي اللاترال. طب ما اجي اصلحها؟ لا, هصلحها في اوبليك بلين اللي هو الانترو لاترال مثلا. طيب عرفنا البلين اوف ذا ديفورميتي في انهي اتجاه. طب حجم الديفورميتي, الماجنيتيود اوف ذا ديفورميتي, الديفورميتي كام درجه؟ وير تو دو ذا. طيب عرفنا الماجنيتيود هي كام درجه عشان نعرف الديفورميتي دي مايلد مودريت سيفير ديفورميتي, لان دي هيبقى لها امبليكيشن تاني بعد كده. وير تو دو ذا اوستيوتومي, هعمل الاوستيوتومي بتاعي فين؟ ايديالي المفروض اعمل الاوستيوتومي فين؟ في مكان الديفورميتي بالظبط اللي بنسميها الكوره اللي هو سنتر اوف روتيشن اوف انجوليشن. لكن احيانا لو الديفورميتي دي مثلا زي حالات الجلاونت, الديفورميتي انترا ابيفيزيال او في داخل الجوينت نفسه, مش هعملها جوه الجوينت, انا عايز جزء اعمل فيه فيكسيشن, بالذات لو هعمل انترنال فيكسيشن. يبقى اعمل الديفورميتي بعيد شويه, او مثلا حته بوسة تروماتيك وكانت اوبن فراكشر وفي جرافت محطوطه وما اعرفش ايه, مش هعمل الاستيوتومي في حته كان فيها الجرافت او السكين ان هيلث فيه, هعمل الاستيوتومي في مكان يكون هيلث شويه. طيب ده وير تو دو ذا استيوتومي. وات تايب اوف استيوتومي, نوع الاستيوتومي ايه؟ طبعا في انواع كتير من الاستيوتومي. هعمل اوبننج ويدج استيوتومي, هعمل كلوزنج ويدج استيوتومي, ده على حسب مثلا في ليجمنت ديسكريمنس ولا لا, هعمله اوبن ولا بيركوتينيوس استيوتومي. شكل الاستيوتومي ستريت كات زي كده عدل, ولا مثلا فوكال دوت او في شيب, او مثلا دبل في مثلا عشان يبقى ستيبل.
يعني الاستوتوم بتاع هيبقى ستيبل في الاخر ولا ار ستيبل؟ علشان الفيكسيشن مثلا لو انا هعمل مثلا اوبننج ويدج واستوتومي هيبقى الاستوتوم بتاع ار ستيبل، يبقى انا عايز الفيكسيشن ميثود بتاعتي تبقى نفسها انهيرنت ستيبل زي لوكد بليت مثلا او انتر لوكينج نيل او اكسترنال فيكسيت. لكن لو الاستوتومي مثلا زي دبل في البول فراجمنتس انتر لوكد مع بعضها يبقى الاستوتومي بسميه انهيرنت ستيبل استوتومي، يبقى انا ممكن احط جبس اعمل جبس وخلاص او كي واز. طيب الكوريكشن بتاعي هعمله اكيوت ولا جرادوال؟ طبعا في عوامل كتير قوي في محاضره عن اكيوت فيرسس جرادوال كوريكشن. الميثود اوف فيكسيشن انا هثبت ازاي؟ هثبت بجبس بكي وايرز اكسترنال او انترنال فيكسيشن. اخر حاجه في الوصايا العشر ايه؟ نيفر اوبريت اون ذا رونج بون. وفي حاله كل الناس بتتفرج عليها دلوقتي حاله ميد لانج ديفورميتي. ميد لانج ديفورميتي فيري كومن ان الناس تعمل ايه؟ اكسيشن لور اند اوف ذا ارم، تشيل لور اند اسهل حاجه. لكن المشكله دي يعني ان هو هيجي لك بعد كام سنه بال سيفير ريست اوستر ارثرايتس، ترجع تعمل له ريست فيوجن مره ثانيه. يبقى دايما يعني زي مثلا حاله البيرف ديزيز، طب بص يقول لك ايه؟ نعمل فيروس اوستيوتومي، طب نعمل معرفش ايه؟ يعني دايما الاتاك او السيرجري تبقى على الجزء اللي تحاول تو ادريس الباثولوجي نفسه، ما تسيبش الباثولوجي وتشتغل على حاجه ثانيه. يبقى دايما نحاول اتاك الايه؟ الباثولوجيكال بون او الجزء الباثولوجي نحاول نصلحه. يبقى نيفر اوبريت الا في بعض الحالات طبعا. نيفر اوبريت اون ذا رونج بون.